افتتحت رعية اللاتين في بيت لحم مخيما صيفيا للأطفال في مركز العمل الكاثوليكي، وانضم إليه حوالي 200 طفلا وطفلة من مختلف الأعمار. ويسعى المخيم إلى إشراك هؤلاء الأطفال في فعاليات ترويحية وأنشطة لا منهجية لتشجيعهم على العمل الجماعي وتوطيد العلاقات الاجتماعية فيما بينهم في جو من الفرح والتآخي. يلا نلون بالفرحة حياتنا. حبينا نخلي ماري فرانسيس يكون رفيق للأطفال والصبايا في هالمخيم، لأنه هو المعروف عنه قديس الفرح. قديس الفرح لأنه ملأ قلبه وحياته من حضور الله، وكان دايما شايف الله في كل إشي، بيسبح الله في كل الخلائق، بيحب كل الأشياء، فكان دايما عايش بهالنعمة السلام ونعمة الفرح اللي في قلبه. احنا حاولنا نخلي ماري فرانسيس يكون حاضر معنا في كل النشاطات، فمثلا على مستوى الأعمال الفنية باليد وهيك زي ما شفتوا جوا في كل الأمور اللي هي لها دخل بماري فرانسيس. وتحت شعار يلا نلون بالفرحة حياتنا، بدأ برنامج المخيم الصيفي بتنفيذ الخطط التي تتيح للأطفال ممارسة أنشطة من خلال مرشدين في الدبكة الشعبية والفنون بمختلف أشكالها، وتلقي دروس حول قديسين تركوا بصمات كبيرة خلال مسيرة حياتهم الكهنوتية كالقديس فرانسيس الأسيزي، وذلك لتعميق الإيمان المسيحي لدى هؤلاء الأطفال. أول إشي منبلش لقاء صباحي مع الأولاد. شعارنا للمخيم إنه هو يعني كل إشي بدنا نسويه مثلا دراما أو أي إشي كله عن القديس فرانسيس، عن حياته، عن شو هو ساعد، كيف كان مع الفقراء. نعيش الأولاد نهج حياة مار فرانسيس، إنه نحب بعض، نساعد الفقراء، نحب الناس، نحب الفقراء، ما نبعد عنهم. رسمة مار فرانسيس هو حامل الحمامة وبتحدث مع الحيوانات وبمشي في الطبيعة وكيف هي حلوة. مار فرانسيس هو قديس الفرح والسلام، وكان يحب الكل، الحيوانات والإنسان وكل حدا. والقديسة كلارا صارت قديسة وتبعت مار فرانسيس لما تبع يسوع. ومن خلال أنشطة وفعاليات المخيم الصيفي يستطيع الأطفال المشاركون اكتشاف أنفسهم وشحذ مواهبهم واكتساب خبرات جديدة وبناء صداقات وقضاء وقت ممتع.